أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم ارتفع في الربع الأول من عام 2019 نحو 4 أمثال ما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت المنظمة أنه خلال الأشهر الأخيرة كانت هناك زيادة في حالات الإصابة في دول تشهد عمليات تطعيم على نطاق واسع، ومن بينها الولايات المتحدة وتايلاند وتونس.